كب كيك يعتبر صحي، يعني انا شايفاه ان هو ممكن نعمله بلبن كامل الدسم او لبن خالي الدسم. انا هنا عاملاه بلبن خالي الدسم، ممكن نحط فيه سكر بني او سكر ابيض زي ما انتوا حابين. عندنا شويه ناتس كده مشكله، عندنا بيض وفانيلا وموز. هنحتاج بوله كده نحط فيها اول حاجه البيض، ماشي، مع الفانيلا، اضربهم كويس قوي، وانا بضربهم هحط معاهم السكر. زي ما قلت ممكن نستخدم سكر ابيض، ممكن نستخدم سكر بني، واللبن ممكن لبن عادي، ممكن لبن خالي الدسم. طيب لو انتوا مش عاملينها عشان مثلا يعتبر حاجه حلوه ما فيهاش سعرات حراريه كتير، حطوا عليها حبه كده من كريمه الحلويات، بتدي فيها طعم لذيذ قوي. نقلب كويس قوي قوي لحد ما احس ان السكر داب. هبتدي احط اللبن، كده تمام قوي. هحطها هنا كده، بس كده. ممكن احط كده على فكرة، ممكن تعملوها كيكة لو انتوا مش عايزين صينية الكب كيك. ونبتدي نحط كده واحدة، وبنحط حبة صغيرين مش كتير قوي ولا قليل قوي برضو، عشان هو مفيش بيكنج باودر ولا حاجة. هنجيب المكسرات، ممكن تحطوا شوكليت شيبس، يعني دي بالذات بقى اختيارات ايه انتوا عملوها، كل واحد على حسب ذوقه. هبتدي بقى اعملها كده سايبة بس حاجة بسيطة قوي. بتبقى كب كيك بس طريه شويه، ماشي، عشان بس خلي بالكم هي ولا فيها دقيق ولا فيها حاجه، هو بيض ولبن. عارفين شبه ايه؟ شبه شويه البان كيك، بس هنحطها في الفرن.